تشهد الموصل هذا العام إقبالاً كبيراً من قبل سكانها المسلمين على شراء الأضاحي، وذلك لأن أعداداً كبيرة من الناس لم يتهيأ لها الفرصة لأداء مناسك الحج. ورغم ارتفاع أسعار المواشي نوعاً ما، إلا أن ذلك لم يؤثر على الإقبال لشرائها. الإقبال كثير على الضحايا بسبب أنه السفر حقيقة أو إداء فريضة الحج صار بها نوع من الصعوبة، نوع من الشروط بسبب أزمة الكورونا. فأكو كثير ناس صار صعب أن تروح على السعودية أو تؤدي مناسك الحج، فبدل من يؤدي مناسك الحج يعني أنه يريد يضحي الرجل ويريد يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يكتظ السوق منذ ساعات الفجر الأولى بالناس، وتبدأ عمليات البيع والشراء وذلك بحسب الوزن. أما عن سبب ارتفاع أسعار المواشي فيعود إلى موسم الجفاف الذي مر بالبلاد، وجعل أسعار الأعلاف ترتفع بصورة كبيرة، مما أثر سلبا على أسعار المواشي. يعني وإن كان ارتفاع فارتفاعه ملحوظ، يعني شيء بسيط مقارنة بالأعلاف اللي مرتفعة جدا. يعني طن الشعير 500,000 يقف على الرباط، يعني من الناحية الرباط مضرور، والحكومة يعني محليا كانت والحكومة الاتحادية يعني غافلة عن هذا الأمر، من ناحية يعني أنه كان في السنة الماضية والقبلة موسم الحصاد كان وفير، ولكن لا توجد خطة محكمة دارك هذا الوضع من ناحية الارتفاع الأسعار. الدلال في السوق هو الوسيط بين البائع والمشتري، يحدثنا أحدهم عن الوضع مقارنة بالعام الماضي، وقال أن الأسعار تبدو مناسبة إذا تحدثنا بالمقارنة، لكنها تبدو مرتفعة نوعا ما، ويختلف إقبال المضحين على الشراء حسب إمكانياتهم المادية، فبعضهم يقوم بشراء الأبقار والبعض الآخر يشترك بالأضحية الواحدة، وآخرون يفضلون شراء الأكباش ونحرها. بقى قوي على الضحايا أحسن من العوام السابق. أحسن من العام أول العام. طيب أكو شوية ارتفاع بالأسعار، شو السبب؟ السنة أنسب أسعار، العام أغلى سنة أنسب، وأكو مساعدات بين الدلالين والبيع عشر راية. وتعد الأضحية من شعائر المسلمين التي يتقربون بها إلى الله، وذلك بذبح الأنعام وتوزيع لحومها على الفقراء، وبعض المذاهب لدى المسلمين تعتبرها سنة مؤكدة، وأخرى عدتها سنة واجبة، ولكن بصورة عامة تبقى الأضحية من الشعائر التي يهتم بها المسلمون كل عام وينحرون آلاف الأنعام لأجلها. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.